بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبي الله. دلوقتي أنا عايزة بس أعمل تحذير بسيط جدا. أنا اسمي الدكتورة فادية فهمي، أنا عايشة في ألمانيا بس أنا من ساعة الثورة وأنا موجودة، لأني مؤمنة إن التغيير اللي بيحصل ده واللي هيحصل ده مهم جدا عشان الشعب المسكين ده. إحنا مش أقل من الشعوب التانية. كل اللي أنا عايزة أقوله، طبعا إحنا بنتوكل على الله وكل شيء ربنا بيقول إنه هيساعدنا، وهو فعلا ساعدنا في ثورة 25، بس مش معناها كده ان احنا نرمي كل شيء ونقول ده ربنا هو اللي هيحلها. يا جماعة انا بدي تحذير لكل المصريين، مسلم ومسيحي وكل الديانات، سلفي اسلامي، لو الثورة بتاعتنا دي فشلت البوليس هيبقى اصعب من الاول 1000 مرة، هينضم اليه الجيش، كل هذه العصابات هتسحلنا كلنا، هتخلي البلد دي ما فيهاش فقير، هتجيب لكم أدوية تموتكم، فاحترسوا. لما الإسلاميين بدأوا يتكلموا، لما حسوا ان هم الاتفاقيات مع الجيش مش نافعة، بيقولوا ان هم النهاردة خارجين رمسيس، ولا حد موجود في رمسيس. رمسيس ايه اللي هم رايحينه؟ يا جماعة انا بكلم الشباب، الشباب القوي اللي عايز يغير بلده، اتفقوا على لهجة واحدة، على كلمة واحدة، الإسلام لا يمنع الاتفاق. مصر تبقى دولة إسلامية، ما احنا كلنا مسلمين، لكن دولة إسلامية يعني ايه؟ ما ينفعش. احنا دولة عندها حضارة، الدولة دي مجموعة من الفئات، احنا دولة سياحية، احنا دولة لينا تاريخ. احترسوا يا جماعة من المرتزقة اللي بتدخل بينا، تبقى واقفة معانا في الشارع، في المواصلات، في كل حتة. احترسوا احترسوا. ولا شكرا.